في فترة كارلوس كيروش، وبانتهاء البطولة العربية أو بطولة كأس العرب متفقين بقى إن إحنا خلصنا مرحلة التجارب، يعني آن الأوان ندخل في الجد، لأنه ما دخلناش في الجد هندخل إمتى؟ والسؤال الأهم لما دايماً، وأتمنى إنه الموضوع ده يوصل يعني بشكل واضح، المصريين اتعودوا دايماً على إنه سقف طموحاتهم عالي، يعني أنا اتعودت على ده مع منتخب مصر، إحنا عندنا ثقافة الأبطال، إحنا كمنتخب مصر أبطال، فتعودنا دايماً إنه أي بطولة بنلعب فيها بنلعب على تحقيق اللقب، إحنا كأهلاوية أبطال، عارفين الأهلي لما بيدخل بطولة الهدف هو إنك أنت يتم توصل لمنصة التتويج، ترفع كأس أو درع البطولة. التاني زي التالت زي العاشر زي الخروج من دور المجموعات بالنسبة لنا. الأهم، هل ده معناه إن إحنا هنكسب كل بطولة أو مطالبين بإن إحنا نكسب كل بطولة؟ أبداً ومطلقاً، بس مطالبين على الأقل كجمهور إن إحنا نحس إنه الناس عملت اللي عليها. هل الجمهور في مصر حاسس إنه المنتخب تحت قيادة كارلوس كيروش عمل اللي عليه؟ هل ظهرت شخصية المنتخب؟ أنا بتكلم إجمالاً، سيبك من الخروج وسيبك من مباراة النهاردة قدام قطر وهي مباراة للنسيان. للنسيان الحقيقة، في عندنا حاجات كتيرة جدا لابد ان احنا نستفيد بيها، وفي حاجات نقاط ضعف ومشاكل إدارية وفنية في منتخب مصر لابد انه يتم تصحيحها، وما اعرفش يعني هل الراجل هيصححها من نفسه؟ هل الجهاز المعاون يتكلم معاه؟ هل مستر فينجادا يتكلم معاه؟ هل المسؤولين في اتحاد الكرة يقعدوا معاه؟ لكن بالتأكيد مش هينفع نستمر في نفس التراك اللي ماشي فيه كارلوس كيروش، مع كامل التقدير والاحترام لاسمه، ودي مش وصل التقطيع في كارلوس كيروش، ولكن دي حبا وغيرة على منتخب مصر. تقييمنا للي فات ونظرتنا اللي جاي النهاردة بعينين واحد من أكبر الأسماء في الكرة المصرية لاعبا ومدربا، خبرة كبيرة جدا ومشوار طويل، هو كابتن ماهر همام. مساء الخير يا كابتن ماهر. مساء الخير يا أحمد. ازي حضرتك؟ هارد لك طبعا. كان نفسنا يعني نفنش، يعني طبعا أنا بالنسبة لي شخصيا يعني مدرك أنه معظم الجماهير المصرية فضيه زي برونزيه زي مركز رابع ما دام مش متواجدين، بس كان نفسنا النهارده يعني عشان المصريين اللي كانوا مالين المدرجات الناس تطلع مبسوطه، بس قدر الله ما شاء فعل. رايك في اتكلم الاول على ماتش قطر النهارده. هارد لك للمنتخب المصري، ومبروك طبعا لقطر المركز الثالث، ومبروك لقطر على التنظيم الجميل اللي طبعا نجحت بشكل مبهر بصراحه، يعني من ناحيه البنيه الاساسيه، من ناحيه التحتيه، من ناحيه التنظيم، من ناحيه الجماهير، من ناحيه الملاعب. شفنا كاس عالم بصراحه يعني. شفنا كاس عالم في البطوله العربيه، وده صحيح. شرف حتى تجميع العالم العربي في هذه البطوله بشكل مميز، نجحنا فيه بنسبه، نجحت فيه قطر بنسبه 100%. احنا بالنسبه لنا، وبمناسبه كلام حضرتك، الفيفا بياكد على لسان جاني انفانتينو رئيس الفيفا انه البطوله مش، يعني طبعا الناس كانت كلها شايفه انه اهتمام الفيفا او رعايه الفيفا لبطوله كاس العرب عشان يطمن على استعداد قطر لكاس العالم، لكن الراجل النهارده بيقول لك لا، بطوله كاس العرب بطوله بقت على اجنده الاتحاد الدولي، هتبقى وهتقام باستمرار تحت رعايه الاتحاد الدولي، فده خبر كويس برضو بالظبط للجماهير الكره العربيه، بياكد نجاح فعلا البطوله واستمراريتها بعد كده ان شاء الله في التجمع العربي الجميل. بس التوقيت بس اللي محتاج يتراجع يتظبط شويه. يمكن احنا في حلقات قبل كده احمد اتكلمنا على ان شخصيه المنتخب القومي يعني بقالنا يعني سنوات ماضيه مش قادرين نحط ايدينا عليها. من ناحيه ايه؟ من ناحيه الاداريه او من الناحيه الفنيه زي ما انت ذكرت. شخصيه المنتخب القومي مش واضحه من خلال الاستراتيجيه اللي بتتحط بالنسبه للجهاز الفني او بالنسبه للمدير الفني او بالنسبه للمسؤولين عن اتحاد الكوره. وده يمكن مع الاسف احنا يمكن يعني كان عندنا امل في مستر كروش ان كل الجوانب اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده من ناحيه الاخفاق الاداري او الفني ان احنا نقدر نوصل مع مستر كروش بصفته ان هو مدرب عنده سي في قوي، مدرب اشتغل مع منتخبات ومنها اخيرا منتخب ايران وصل بيه لكاس العالم. فاحنا يعني تمثلنا خير في مستر كروش ان هو يقدر يحطنا على طيب. الطريق الصح بالنسبه للكره المصريه. نحط اصل كلمه الشخصيه دي هي مربط الفرس زي ما بيقولوا كابتن ماهر. وانا بفتكر الحقيقه مثلا تجربه هيكتور كوبر، يعني الراجل وصل بينا كاس عالم، وراجل وصل بينا نهائي افريقيا وخسرنا قدام الكاميرون، ومع ذلك
الجماهير كانت يعني مش راضيه على منتخب مصر، وشايفه انه منتخب برضه فقد للشخصيه ويعاني بشكل كبير جدا، ومش دي الكره اللي تعود المنتخب، مش دي الشخصيه اللي تعود منتخب مصر انه يظهر بيها. فبالتالي هو الهدف بس انك توصلني كاس العالم، بصرف النظر عن الاسلوب والطريقه والاداء والشخصيه اللي حضرتك بتتكلم عليها، ولا الهدف اساسا انك تعرف ايه هي شخصيه المنتخب المصري وتحاول انك انت تبنيها او تشتغل عليها؟ يمكن الشعب المصري ما كانش يعني راضي عن مستر كوبر، لكن احنا كفنيين كنا راضيين بعض الشيء. ليه؟ لان الراجل كان عنده استراتيجيه وعنده اسلوب واضح قوي، ومعظمه يمكن دفاعي، وكان بيبني الجانب الهجومي على جمله او جملتين. حتى احنا قلنا دي جمله محمد صلاح او منتخب محمد صلاح. صحيح. لكن يا احمد بالنتائج وبالاداره الفنيه وبشخصيه المنتخب، لا نجح ان هو قدر بالمجموعه دي يعمل يوصل لده بالظبط، يعمل التوليفه دي ويلعب بسيستم دفاعي. وهو كان يعني كان ليه الاسباب، ان احنا الوقت ده كان منتخب مصر عنده مشاكل دفاعيه في العمق، من ناحيه الرقابه، من ناحيه التغطيه، من ناحيه الميلان، من ناحيه السرعات. فالراجل قال لك ايه؟ قال لك لما اقرب الخطوط الثلاثه من بعض مش هتبان الثغره دي. تمام. لما ارجع نص ملعبي وانا بدافع مش هخلق مساحات للمهاجمين السراع ان يقدروا يستغلوا هذه المهاره او يستغلوا هذه نقطه الضعف اللي موجوده عندنا. فنجح فيها بنسبة كبيرة جدا، ان هو رجع الثلاث خطوط قريبين من بعض في 30 ياردة اللي بيدافع من خلالها، وفي نفس الوقت لما بيستحوذ هو عنده من البلاي ميكر عبد الله السعيد، وعنده من اللعيبة الصراع اللي موجودين صلاح. زي صلاح وتريزيجيه يقدروا يعملوا كونتر اتاك بشكل كبير. أيوة. ونجحنا بشكل كبير جدا في المرحلة دي، درجة ان احنا وصلنا كأس العالم، وصلنا نهائي كأس الأمم الأفريقية مع الكاميرون. لكن طبعا يمكن الكاميرون كانت حتة العناصر والقوة والسرعة والأجسام الكبيرة قدروا هم يتفوقوا علينا. طيب بشكل كبير. ده ممكن ياخدنا المنطق تاني، ممكن يبقى مطروح. يعني أنا كبرضو يعني وهكلم حضرتك، اسمح لي برضو إن كان ليا إن أنا أقدر أعمل ده بلسان الجمهور. يعني الجمهور النهارده شايف إنه قماشة اللعيبة اللي موجودة ووفرتها وكثرتها في كل مركز تسمح إنه المنتخب يظهر بشخصية أفضل من كده. إذا كان كيروش شايف كوبر كان شايف إنه قماشة المنتخب ما تسمحش إنك تحقق هدفك غير بالطريقة دي، فممكن كيروش يقول لك والله لا، اللي أنتوا شايفينه ده مش صح، قماشة لاعبتكم، امكانيات لاعبتكم، الاسماء اللي في المنتخب ما تسمحش بالشخصيه اللي انتوا بتحلموا بيها او بالمستوى اللي بتحلموا ان المنتخب يظهر بيه. لا، زي ما انت قلت احمد، شخصيه المنتخب موجوده فيها العناصر المميزه اللي تقدر تبني عليها. لكن هي المشكله كانت اللي تعب الشارع الكروي المصري واحنا كفنيين، ان احنا ما عندناش ثبات في التشكيل. عندنا ثبات في حراسه المرمى، في خط الظهر، في الاثنين الديفندر فتحي والسوليه، وبعد كده الرباعي اللي قدام يا احمد حصل تغييرات بشكل كبير جدا. كل مباراه بيحصل تغيير في الرباعي. في واحد من الناس بيقول لك احنا مش عارفين الراجل عايز ايه بالظبط. مش فاهمين يعني هو بيعمل أنا ايه. انا طبعا بحيي طبعا الرؤيه الفنيه بالنسبه للشارع الكروي المصري، ما شاء الله الناس عندها ثقافه يا احمد، عندها وعي بشكل كبير. يعني الفقره اللي جت بتاعت الجمهور المصري الجميل ده قدروا يعني يقولوا لنا روشتات صغيره كده جميله. احنا صراحه احنا نتكلم بشكل كبير، يعني اكلم حضرتك بجد. الكوره في مصر مصدر من مصادر السعاده والبنج عند الناس. بالظبط. الكوره بالنسبه لهم زي الاكل والشرب. بالظبط. حاجه بتفرحهم وحاجه بتنيمهم زعلانين. فعشان كده الناس يعني صحيح البطوله مش مهمه والاهم لسه ما جاش، بس الاهم عندي من كلامي ده انا مش بحاسب، انا خايف من اللي جاي. يعني احنا هل احنا محتاجين خلينا نقول كده تصحيح مسار؟ هل حضرتك شايف انه في حاجات لازم تتغير في الطريقه، في حاجات لازم تتغير في الفكر، ولا نسيب الراجل يشتغل ونشوف لغايه لما نوصل بقى المارس هيوصلنا مش هيوصلنا؟ يعني ممكن ناخد المخاطره دي اساسا؟ هو احمد الستارت الاولاني للبطوله العربيه هي اللي كانت تدينا طمانينه. يعني الستارت بتاع البطوله العربيه هو اللي بيطمن الشعب المصري، بيطمننا احنا كرياضيين، بيطمننا احنا كفنيين ان احنا فعلا بدانا نتحط، بقى لينا شخصيه داخل الملعب، عندنا استراتيجيه شغالين عليها، عندنا تيم في قوام حوالي ما يقرب من 20 25 لعيب ثابتين. لكن ما اعرفش، دي مدرسه جديده لمستر كروش ان هو حته التغيير. يعني احنا كنا بنقول زمان لو تفتكر التدوير. أيوة. وكلمه التدوير دي بدات حتى كمان في ملاعبنا احنا،
في فرقنا احنا حتى مع النادي الاهلي كان المدربين مستر فاير لما كان موجود كان بيدور حتى موسيماني لما بيدور في حاله واحده بس الاجهاد الواقع على اللعيبه فبيريح ويحط البديل او اللعيب اللي هيشارك مكان زميله. لكن احنا النهارده شايفين ان مستر كروش من بدايه توليته عنده 40 لعيب في 8 9 مباريات لعبوا ال 40 فده بردك مؤشر يعني غريب بالنسبه لنا وجديد. يعني احنا طول عمرنا اتعودنا يا احمد حتى ايام هدوكوتي ايام احنا جيل السبعينات كان عنده 18 20 لعيب ثابتين طول الموسم بيلعب بيهم والتغييرات معروفه مره بيغير باثنين مره بيغير بثلاثه مره بيغير بدافع مره بيغير مهاجم التغييرات حسب شكل واداء المباراه. لو هو خسران فبيدفع بمهاجم عشان يكسب لو هو كسبان فعايز يحافظ يدفع مدافع عشان أنا شخصياً يحافظ. انا شخصيا فشلت في ان انا اقرا تغييرات كيروش بالظبط يعني لا من حيث التغيير نفسه اللعيب مكان لعيب ولا من حيث التوقيت دايما يعني اي تغيير الراجل بيعمله يعني النهارده لغايه الدقيقه 90 فرقه قطر مغيره خمس لعيبه واحنا مغيرنا وانت ما غيرتش يعني علامه استفهام كبيره جدا بالزبط. وحتى التغييرات اللي حصلت برضو بالنسبه لي يعني اختياراته انا مش هتدخل طبعا في شغله بس انا بقول للناس بتبقى حاسه بيه او بتتكلم فيه ما احناش فاهمين الراجل بيغير ليه وعايز ايه وبيجرب ايه وهل هي عشان بطوله تحت اطار التجربه او التحضير نلعب فيها زي ما يعني لا طبعا يا احمد صعب ولا وانا عايز ارجع لك تاني كمان لما جه مستر فايسر الالماني كانوا هم 18 لعيب برضه اللي موجودين 20 بالكتير قوي وبعد كده طبعا العظيم مانويل جوزيه ايوه نفس الكلام احنا كانت الفرقه حفظنا ثابته واللي بيتغير برضك بتوقيت اللي هو شايفه توقيت مناسب وحسب سير السيناريو المباراه فاحنا اتعودنا على حته الثبات والثبات ده يا احمد مش كلام بس ده الثبات ده هو اللي بيديلك بقى ايه اللي بيديلك التجانس اللي بيديلك الجمل التكتيكيه اللي بيديلك المهاره الفرديه اللي بيديلك طيب هودع كابتن ماهر البطوله العربيه شايف الشغل والتحضير الامم افريقيا والكاس العالم يعني انا طبعا لسه الامور في علم الغيب بس خلينا نقول ان احنا امم افريقيا في يناير ومش عارفين هنوصل فيها لغايه فين وهل برضو الراجل هياخدها في اطار التحضير لكاس العالم ولا مطالب بقى يلعب يعني بالشكل والطريقه يحط البصمه احنا مش احنا جايبين مستر كيروش عشان نشوف طفره في مستوى المنتخب لانه المستوى اللي انا كنت ببتدي الحلقه النهارده كابتن ماهر بقول المستوى والاداء اللي احنا شايفينه مع المنتخب احنا مش محتاجين سي في بقيمه كارلوس كيروش في خمس ستة اسماء في مصر هنا ممكن تقدم مع المنتخب كره احسن من اللي اتقدمت في البطوله العربيه ده بيرجع طبعا ان هو بالنسبه له البطوله دي افادته بشكل كبير جدا زي ما قلت لك في ثبات حراسه المرمى بالنسبه للشناوي ثبات الرباعي الموجود في خط الظهر اذا كان اكرم او حجازي او الونش او فتوح ثبات محمد عبد المنعم بالمناسبه مباشر يعني طبعا جداً حاجه جميله جداً مبشر جداً والنهارده جداً بيلعب عنده شخصيه واضحه وبنحييه طبعا على الاداء الجميل بالنسبه بقى المشكله في الرباعي اللي قدام اللي هو صانع الالعاب والثلاثه اللي هم المهاجمين عندنا طبعا من اللعيبه المحترفين طبعا اللي يقدروا ان شاء الله يكملوا لنا الثبات ده بشكل جيد يعني. من البطوله العربيه اروح لسوبر افريقيا بس تسمح لي نروح لفاصل ونرجع نتكلم على مواجهه منتظره طبعا لجماهير النادي الاهلي الرجاء البيضاوي في سوبر افريقيا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في السادسه مع كابتن ماهر همام. خدوا بال حضراتكم واحنا بنتكلم على المنتخب انه دايما الخوف او التحفظ الزياده عن اللزوم ممكن في مدرسه يعني في مدربين مدرستهم كده كره دفاعيه كره متحفظه مش من اصحاب المدرسه اللي فيها اداء ممتع مش من اصحاب المدرسه اللي هي تبع الهجوم الكاسح اللي عنده رغبه زي مثلا بيب جوارديولا ان هو يلعب كره هجوميه حتى الثماله زي ما بيقولوا في مدرسه بتتحفظ لكن في اوقات تانية كتير جدا الخوف والتحفظ ده ممكن اللعيبه ممكن التيم نفسه يترجمه على انه عدم ثقه من المدرب في امكانياته وده طبيعي كده والحكم بيبتدي المباراه بصفارته ينزل 50% من قدرات كل لعيب. كابتن ماهر هل شايف ان قماشه المنتخب خلينا نبعد عن كيروش ونشوف قماشه المنتخب ولادنا تسمح بشخصيه افضل من اللي ظهر بيه منتخب مصر في احمد ما شاء الله بطوله كاس العرب ما شاء الله الجيل ده جيل عنده دوافع وعنده شخصيه بشكل كبير
بس عايز الاداره الفنيه اللي تساعد على كده، اللي هي بقى تزرع في الحته دي، تطلعها من خلال طبعا الاعداد والندوات والتدريبات. فمستر كروش في الاخر كده انا حسيت يا احمد ان هو متحفظ قوي زياده عن اللزوم. ما ينفعش يعني انت النهارده اتحفظ ازاي وانا معايا لعيبه نخبه من اللعيبه المميزه. فالنهارده كان محتاجين قوي الدوافع، شخصيه الكره المصريه، شخصيه منتخب مصر. فاتمنى ان تجربه البطوله العربيه دي نستفاد بيها بشكل كبير جدا. اتمنى بدايه تصفيات كاس الامم الافريقيه اللي جايه. خلاص هنقفل بعنوان فتره التعارف والتجارب انتهت، وندخل في مرحله الجد بدايه من امم افريقيا. خلينا نروح لماتش الاهلي والرجاء ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء في لقاء سوبر افريقيا. تسمح لي نبتدي باشقائنا في المغرب. فضل. الاعلامي طارق النفاتي الاعلامي باذاعه ام اف ام المغربيه معانا على التليفون. استاذ طارق مساء الخير واهلا بيك على شاشه النادي الاهلي. مساء الخير استاذ احمد سمير، وتحيه لجميع جمهور قناه الاهلي وبرنامج السادسه، وايضا شرف لي كبير انه نسمع صوت كابتن ماهر امام نجم النادي الاهلي السابق. اهلا وسهلا، اهلا بيك كابتن. اهلا بحضرتك. تكلمنا كده، يا احنا يمكن كنا سمعنا بعض الاعتراضات على من قبل اداره الرجاء المغربي على اقامه البطوله في التوقيت ده، وفي النهاية تم الإعلان عن مشاركة الرجاء. تكلمني عن الأسباب وعن انتفائها برضو، نطمن أنه لعل المنع كان خير يعني في المغرب بالنسبة لأشقائنا في الرجاء. هم الأسباب ما كانوش الأشياء يعني كما يشاع أنه مسائل مادية أو مسائل يعني على اللاعبين أو أشياء، هي كانت فقط مطالبة بالتأجيل من أجل جلب بعض اللاعبين المتفق عليهم مع الرجاء ومع بعض اللاعبين، من أجل ضمهم للائحة الرجاء اللي راح تسافر لقطر من أجل خوض نهائي سوبر ضد الفريق الأهلي. هذه الأسباب، ولكن حاليا تم تقييد ثلاث لاعبين لقائمة فريق الرجاء الرياضي، وهم حميد أحداد نجم فريق الزمالك المصري اللي هو حاليا رافق قاعدة فريق الرجاء، أيضا جمال حركات مدافع مولودية وجدة السابق وهو حاليا من أبرز المدافعين في فريق الرجاء الرياضي، وأيضا ضم إلى اللائحة المهاجم مصطفى كوياس. هل هيعاني الفريق من غيابات لأي سبب من الأسباب في مواجهة الأهلي إن شاء الله يوم الأربعاء؟ هما ما فيش يعني غيابات كثيرة، فقط في غياب مهاجم حسين الرحيمي بسبب الإصابة، وأيضا الموهبة الشاب عبد الله فرح الذي أصيب في ماتش في لقاء إعدادي ضد فريق الدفاع الحسني الجديدي. ممكن أستاذ صالح تقول لنا يعني أخبار البطولة المحلية عندكم إيه؟ آخر لقاءات الرجاء بالنسبة للبطولة بطولة الدوري المغربي، تكلمنا كمان على موقفه في الترتيب. انا عارف انه في غيابات ممكن تكون مؤثره كانت حاضره مع الرجاء، زي مثلا سفيان رحيمي، زي بين مالونجو، الاثنين الحقيقه كانوا قوه ضربه بالنسبه لنادي الرجاء، والاثنين احترفوا في الخليج. فاعرف منك يعني بشكل عام كده مستوى الرجاء الموسم ده. حاليا بعد رحيل سفيان رحيمي للنادي العين الاماراتي، وايضا رحيم بين مالونجو للدوري الاماراتي، ف فريق الرجاء صحيح انه عانى من نقص في هذه المراكز، خصوصا انه لم يتم تعويضهم بنفس المستوى ديال سفيان الرحيمي او بين مالونجو، لكن جميعا نعرف ان فريق الرجاء الرياضي عنده مدرسه، وعنده عنده فريق، عنده مدرسه كبيره في المغرب، لان تبرز نجوم وتبرز يعني لاعبين قادرين على الدفاع القميص فريق الرجاء الرياضي. ايضا في الترتيب الرجاء فهو يحتل المركز الثاني بعد فوزه يوم امس على فريق حسنيه اكادير بهدف للصفر في الدقائق الاخيره، عن طريق ايضا موهبه جديده قادمه في الرجاء الرياضي اللي هو بن جديده. اليوم انهزم فريق الوداد الرياضي بهدفين لواحد مع الدفاع الحسني الجديد، اي يعني تقلص الفارق ما بين المتصدر الوداد والمطارد الرئيسي فريق الرجاء الى 5 نقاط. اذا الرجاء سافر اليوم الى مدينه الدوحه، الى بلد قطر، وهو منتعش ب3 نقاط، منتعش بفوز غيخليه على انه يدخل لقاء السوبر هو وبحماس. انا عارف انك انت عندك يعني قصص وحكايات من كواليس التحضير للقاء هتخصنا بيها في السادسه. والله انا معي حاليا معي في الطياره نجم من اكبر نجوم فريق الرجاء الرياضي، هو القناص، هو الماير، وهو المخضرم حمزه برزوق مهاجم فريق الرجاء السابق، وهو الان يرسل لكم بالتحيه لجميع الطاقم
نادي الاهلي وجميع الشعب المصري، وهو معكم هيكون معكم يعني مفاجاه خصوصا للاستاذ احمد سمير والبرنامج الثالثه. طيب ممكن تقول لي مره ثانيه مين اللي معاك يا استاذ طارق عشان الاسم ما كانش واضح؟ نعم، مين اللي معاك في الطياره يا كابتن استاذ طارق؟ معي القناص، معي قناص فريق الرجاء الرياضي المهاجم السابق الدولي حمزه بورزوق. اه، والجميع يعرف حمزه بورزوق والالقاب اللي اخذها سواء مع المغرب طبعا أو طبعا مع فريق طبعا الرجاء الرياضي. طبعا كابتن حمزه. فانا لما اتكلم معي معد البرنامج قلت له انه مخصص لبرنامج السادسه مفاجاه انه راح يكون معهم ايضا حمزه بورزوق من اجل اعطاء الراي دياله للبرنامج حصريا. طبعا طبعا كابتن حمزه بنرحب بيك. هو معك. السلام عليكم. عليكم السلام كابتن حمزه، مساء الخير، شرفتنا على شاشه النادي الاهلي، تحياتنا ليك. شرف لي وتحيه لجميع جماهير الاهلي خصوصا، تحيه لجميع الشعب المصري عامه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقه يمكن تاريخ طويل جدا من المواجهات بيجمع بين الاهلي والانديه المغربيه بشكل عام والرجاء البيضاوي طبعا بشكل خاص، والحقيقه ورغم شده التنافس وقوته الا دايما انه اللقاءات دي بتتم في جو من الود والمحبه، الحقيقه نتمنى انه يسود في كل المواجهات العربيه. يهمني اسمع رايك في المواجهه المنتظره ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي. وصراحه هي منافسه صعيبه خصوصا ان الاهلي هو بطل افريقيا مرتين على التوالي، وعرفنا جيل بيتسو موسيماني يعني عنده فرقه جيده جدا، حتى طريقة اللعب ديال الاهلي شوية قريبة لو ستيل ديال الرجاء، ستايل ديال الرجاء. غادي نشوفوا ماتش، غادي نشوفوا كرة جميلة ان شاء الله، وكنتمنى نشوفوا الروح الرياضية اللي ديما كتكون كما قلتي في المقابلات اللي كتجمع الفريق النادي الاهلي بالفرق المغربية ولا الكرة المصرية عامة. كنتمنى ان شاء الله على ان الفريق ديالنا، ما نقولش انا هي الاهلي، باغي نقول على الرجاء، كنتمنى الرجاء ان شاء الله تمثل المغرب احسن تمثيل ان شاء الله، واللي غيكون محضر مزيان المقابله ومركز بما فيه الكفايه ودارس الفريق الخصم هو اللي غادي يربح. طب خليني اخذك يمكن اخر لقاءات اهلاويه مغربيه كانت الاهلي والوداد المغربي في النسخه قبل الاخيره من دوري الابطال، والاهلي استطاع انه يوصل فيه للنهائي على حساب الوداد. الزمالك فاز على الرجاء، فاز علينا بالظبط. بس الفتره دي الفرق المغربيه ما كانش بتمر بمراحل جيده خصوصا مع الكوفيد، وانتم عارفين كان فترات توقيف، لاعبين كانوا خارجين من المنافسه، ظروف مختلفة. كنتمنى ان شاء الله على ان الماتش يكون يدوز في جو رياضي ونشوفوا كرة حلوة ان شاء الله باذن الله. كابتن حمزة ابو مرزوق طبعا نجم، تحياتي ليك وتحية للشعب المصري ولاشقائنا في المغرب. كل الشكر لحضرتك وكل الشكر للاستاذ طارق النفاتي طبعا الاعلامي بمذاعة افهام المغربيه، شكرا لكم على المداخله. اروح لكابتن ماهر، معلش بعتذر ان احنا كانت طويله شويه، فرصه جميله يعني، بس طبعا فرصه جميله ان احنا نعرف بدايه ازاي بتشوف المباراه، وهل تعتقد انه يعني خروج المنتخب النهارده، انت عارف ان بعثه الاهلي او الدوليين اللي في منتخب مصر مكمله ان شاء الله في الدوحه استعدادا للمباراه، تاثر من الناحيه المعنويه النفسيه ولا لعيبه الاهلي قادره انها تفصل بين البطولتين يعني؟ لا خلاص يا احمد، اولا دول لعيبه محترفين، لعيبه النادي الاهلي اتحطت تحت ستريس بشكل كبير جدا في جميع البطولات اذا كانت الافريقيه او المحليه او المنتخبات، فالنهارده خلاص يعني النهارده صفحه واتقفلت، وبعدين فرصه كويسه جدا ان احنا رايحين بدري. انا شايف طبعا جماهير النادي الاهلي استقبال حافل لبعثه النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي هناك طبعا رقم واحد انا في رايي في البطولات اللي بالشكل ده، اذا طبعًا. كان مع المنتخب واحنا شفناهم ما شاء الله يعني. أيوه. من الجماهير المميزه في العالم العربي جمهور مصر، واحنا لعبنا في الدوحه كتير بالزبط. يعني كاس عالم وسوبر افريقيا بالظبط، ومتعودين جمهور الاهلي ازاي، ويعني جمهور النادي الاهلي كمان بيبقى سعيد ثلاث اربع ايام. أيوه. موجود معاه فرقته اللي هو بيحبها والنجوم اللي هو بيعشقها، فده سند لينا بشكل كبير. طب بدنيا جداً. يعني بعيدا او معنويا قادرين نفصل، بدنيا تراهن يعني مستر موسيماني النهارده بيحسبها انه اللعيبه اللي طالعه من بطوله لعبت فيها خمس مباريات في ظرف يمكن 18 يوم،
احطهم في حساباتي في مباراه سوبر بطوله من مباراه واحده ومع خصم كبير في يعني واحد من اكبر انديه افريقيا، ولا الرهان يبقى على التشكيله والكتيبه اللي انا بحضر معاها ولعبت معاها ماتشين مباراتين وديتين في القاهره مع الطلائع وسموحه، تراهن على ايه اكتر يا كابتن؟ لعبوا موجودين يا احمد، ان انت النهارده فرصه خمس مباريات لعبتنا مدارس مختلفه افريقيه واسيويه. مظبوط. ف يعني راجعين لك وهم فت تمام، وطبعا لعيب الدولي بيبقى معاه رخصه رقم واحد بيبقى موجود، لان ده لعيب دولي ما اقدرش يعني ابعده او استغنى عنه الا في حاله واحده بس، لو هو مجهد او مصاب، لكن سليم يلعب معاف 100% هيبقى موجود في التشكيله بشكل كبير، ان ده جاي من محقه قوي جدا وثقه ومباريات كانت كلها على مستوى متميز. فالنهارده انت بتقابل بطل بردك من ابطال العرب، نادي الرجاء المغربي عنده تاريخ وعنده سمعه عربيه وافريقيه بشكل كبير. لو احنا نشوف السي في بتاع نادي الرجاء هتلاقي يا احمد بردك واخدين بطولات كثيره جدا من سنه 74 لحد ما وصلوا الى كاس العالم للانديه 2013، يعني عندهم البطوله الوطنيه المغربيه واخدين 12 مره، عندهم كاس العرش واخدين 8 مرات، دوري ابطال افريقيا 3 مرات، كأس الاتحاد مرتين، كأس السوبر الأفريقي مرتين، كأس الاتحاد الأفريقي مرة، الأفريقي آسيوي مرة، دوري أبطال العرب مرتين، كأس شمال أفريقيا للأندية مر، يعني فريق بردك بطل. نادي عنده فريق بطل بالظبط، عنده تاريخ قوي جدا. بس أنا الحقيقة ارتحت إلى حد كبير جدا بصفقتين برحلوا عن الرجاء، بيتهيألي كانوا هم يعني يعتبروا أو يمثلوا جزء كبير من القوة الضاربة، سفيان رحيمي وبين مالونجو، الاثنين دول الحقيقه احترفوا في الخليج السنه دي، فهيغيبوا عن مواجهه الاهلي، ودي يعني اعتقد هتأثر طبعا على الجانب الهجومي، على الجانب الهجومي على اعلى مستوى. ايوه، وطبعا هيأثروا بشكل كبير جدا على الجانب الهجومي. لكن احنا برضك مش عارفين الصفقات الثلاثه اللي كانت حميد احداد مش غريب عليه، حميد احداد لعبناه مع الزمالك شفناه، جمال حركاز ده صفقه اللي فهمته من كلام استاذ طارق انه صفقه دفاعيه يعني مدافع، فمش هيبقى من الاوراق المؤثره هجوميا يعني على النادي الاهلي. بالظبط. لكن طبعا احنا شفنا الكره المغربيه فيها نوع من الحماس ونوع من القوه ونوع من السرعه، وبالذات بقى لما هيلعب مع النادي الاهلي، فهتبقى انا شايف هتبقى مباراه 50-50 بالنسبه للفرقتين. لكن الحمد لله الفتره اللي فاتت احنا بدايتنا في الدوري يا احمد مستر موسيماني السنه دي بالذات يعني في رضا بشكل كبير جدا لمستر موسيماني متفقين. من بدايه الموسم الثبات اللي بيبني عليه تشكيله النادي الاهلي بالنسبه لمستر موسيماني، قدر يعرف العقليه والمنتاليتي بتاعت لعيبي النادي الاهلي، هو كمان في العمل النفسي بيتعامل مع لعيبه بشكل احترافي بشكل كبير. وجودنا في الدوري في المباراه اللي احنا لعبناها الحمد لله 400، احنا اول على بطوله الدوري علامه كامله، دي برضك بتدينا الثقه بشكل كبير. لعيبتنا اللي في المنتخب كمان مدينا ثقه اكتر ان هم موجودين وفت وبيقدم بشكل صراحه يعني بطوله رائعه، راجل الدوره كلها حمدي واكرم والشناوي، اكرم نضج بشكل كبير جدا، الشناوي طبعا سد منيع، فكل ده يعني بيدينا ثقه. عايز كلمتين منك كابتن ماهر لشريف، لو حبيت تقول كلمه رساله لمحمد شريف تقول له ايه؟ عايز اقول يا احمد انا شريف وقفشه متاثرين بخروجهم من المنتخب من بدايه الاختيار الاولاني لسه لغايه دلوقتي، انا شايف مأثر عليهم بشكل كبير جدا مع المنتخب. يعني حتى مستر كروش مش قادر نفسيا يقدر يتعامل معاهم او يلمهم بشكل كبير. واضح عليهم ان هم في المنتخب مش هو ده اداء قفشه اللي احنا تعودنا عليه، مش هو ده اداء شريف اللي احنا تعودنا عليه، لكن مع النادي الاهلي طبعا حاجه تانية يعني. فبقول لشريف خلاص هارد لك، مهم جدا انك انت مباراه الرجاء ده فعلا نحس ان شريف هو الهداف اللي احنا تعودنا عليه. انا ليه قلت لك شريف؟ لانه انا متخيل ان شريف النهارده يعني هيقصوا على نفسه جدا يعني، ومحتاج شغل يمكن من الجهاز الفني للنادي الاهلي عشان يطلع من الحاله دي، احساسه انه ممكن يكون ضيع فرصه اكيده في المباراه، احساسه انه هو ضربه الترجيح الاخيره كان سبب في ضياعها، ممكن نفسيا يبقى محتاج مجهود عشان يطلع من ده ويركز في اللي جاي. انا معاك يا احمد، من النهارده انا متاكد ان مستر موسيماني عنده الجانب النفسي بشكل كبير جدا، بيتعامل مع لعيبه كلها باحترافيه،
انا شايف النهارده طبعا مش هو بس وقفشه طبعا وفتحي والشناوي اللي هم راجعين من اخفاق وعدم حصولهم على المركز الثالث، فاكيد هيبقى في اعداد بتخص لعيبه المنتخب بشكل كبير جدا على الجانب النفسي. فانا عارف ان مستر موسيماني شاطر في الجزئيه دي، بيقدر يخرج اللعيبه بقى من اللي حصل في اخفاقات مع المنتخب القومي وضيع هدف انفراد شريف، ثم طبعا ضربه الجزاء اللي ضاعت طيب منه. لكن هو ده حال كره القدم وده حال اللعيب النهارده يا احمد، في يوم بيبقى مش يومك يعني، بدلك بتبقى فيه أيوة. غير موفق. فالنهارده انا شايف شريف ما كانش موفق في هذه المباراه، لكن ان شاء الله في مباراه الرجاء حاجه تانية، ان شاء الله يبقى التوفيق موجود مع شريف وزملائه. المفروض يعني في لعيب ما فيش جدال ان واحد من افضل المهاجمين الموجودين حاليا على الساحه، يعني يختلف الترتيب عشان الناس ما تتهمش حد بالتحيز، لكن لو بتحط 3-4 اسماء مهاجمين في الكره المصريه لازم محمد شريف يبقى واحد منهم بالظبط. في مباراه زي اللي جايه دي، مباراه زي ويمكن حتى من قبل المنتخب، شريف مش شريف بتاع الموسم اللي فات، تظلم شريف لو اديته مباراه زي مباراه الرجاء من اولها ويبقى عليه لود ويبقى عليه ضغط عصبي انه لازم يظهر بشكل معين ولازم يبقى مؤثر بشكل معين في مباراه صعبه وبطوله بتحسم من مباراه واحده، ولا تفضل انك مثلا تدي حد زي حسام حسن من بدايه المباراه؟ ايه الافضل للاثنين عشان كمان ما نظلمش حسام يعني وشريف؟ زي ما قلت لك في الاول ان انا افضل اللعيبه الدوليين اللي جاي من المنتخب دول رقم واحد بالنسبه لي، وبعد كده حسام حسن يبقى هو الورقه البديل تمام في حاله لو يعني شريف ياخد المباراه من اولها. لازم في رايي بصراحه يعني. تشكيل الامثل رغم انه الفرقه بقى لها كتير ما اتمرنتش مع بعض، شايف انه مستر موسيماني يرجع فلاش باك كده للحظه اللي توقف فيها الدوري واخر مباراه كنا لاعبين سموحه اعتقد، ونرجع لنفس سكواد اللي لعبت اخر مباراه رسميه، ولا متوقع كابتن ماهر انه بقى له فتره طويله دوليين بعاد عنه، مش بس الدوليين في منتخب مصر، حتى علي معلول مع تونس، بدر بنون مع المغرب، فالدوليين بعاد عنه بيتمرن بمجموعه معينه، ممكن يبقى فيه ميكس مثلا؟ واطمنكم يعني طبعا اللي ما بيتابعش، ممكن في ناس ما بتبقاش مهتمه، علي معلول شارك في المباراه دي مع تونس، فالحمد لله علي جاهز ان شاء الله ينضم للاهلي بعد ده اللي كنا نتمناه. صعب يا احمد في الحاجات المحك اللي هو النهائي البطولات بالشكل ده، صعب ان انا يحصل فيه تغييرات كثيره او العب في الفرقه. هم اللعيبه الاساسيين بتوع المنتخب اللي موجودين مع اللعيبه الاساسيين اللي في المنتخب زي خارج النادي الاهلي زي بنون وزي علي معلول واليو ديك. مهم جدا الثبات في التشكيل، مهم جدا الخبرات اللي موجوده عندك، لان المباراه ديت محتاجه خبرات. فالحمد لله رب العالمين احنا اكتر من الرجاء من ناحيه الخبرات باللعيبه اللي موجودين عندنا السبعه اللي موجودين في المنتخب، زائد بدر بنون بدر بنون وعلي معلول ودي طبعا مستر موسيماني يعني اقدر مني فيها بشكل كبير، لكن هو ده المجمل بنسبه 90%. يعني ممكن يكون حاله لو حس في حد باجهاد اصابه او ممكن يحصل تغيير، لكن عشان العب في الفرقه باكتر من لاعب او اثنين او ثلاثه لا، هتبقى صعب جدا في مباراه زي بالشكل ده. طيب قبل ما اكلمك في التشكيل، مباراه بطوله، يعني بطوله بتحسم من مباراه ومواجهه واحده طبعا مع بطل كونفدراليه، يعني بطل طبع. افريقي برضو يلعب فيها مستر موسيماني بالشكل، واحنا تعودنا من مستر موسيماني على شكل هجومي وغزاره تهديفيه، تعتقد انه هيستمر على ده في مواجهه الرجاء ولا يبقى الى حد ما يرجعنا لمدرسه التحفظ؟ لا 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 لا، هو كمان بدا في الدوري احمد بشكل جميل جدا، يعني هو بدا بحمدي فتحي قدام قلبي الدفاع اتعملت بشكل كبير، يعني ممكن يبقى عندك طريق وانت بتدافع 5-3-2 او 5-3-1-2، فاتعملت بشكل كبير جدا بوجود حمدي فتحي قدام قلبي الدفاع، ادانا ثقه بشكل كبير جدا في التأمين الدفاعي بهذا الشكل. احنا عندنا كمان نزعة هجومية، يعني ما شاء الله، يعني عندنا بيت سواد بيرسيتاو عامل سيزون هايل، واخد بالك، ومدينا يعني عارف جرر الفرقة، شادد الفرقة، عنده اختراقات وعنده تصويبات وعنده مهارة فردية وبيجيب اجوال متمكن بشكل كبير. عندنا حسين الشحات رجع للحالة الجميلة اللي كانت
يعني كان فقدها بقاله فتره، لكن لما رجع رجع يعني بشكل حسين الشحات اللي احنا تعودنا عليه. أيوه. النهارده قفشه بيلعبوا بدور ناحيه الجناح بشكل كمان مميز، شريف كراس حربه، ثلاثه موجودين في نص الملعب. يعني الطريقه اللي بيلعب بيها مستر موسيماني في اخر ثلاث اربع ماتشات في الدوري. أيوه. انا شايف ان بقت طريقه يعني بتجمع بين الدفاع والهجوم بشكل جيد. طيب رأيتنا احنا في السادسه للتشكيل، وحضرتك تقول لي تتفق او تختلف مع الاسماء. شناوي حراسه مرمى، ياسر بدر بنون قلبي دفاع، عندنا على اليمين اكرم توفيق، على الشمال علي معلول، في النص السوليه وديانج، وقدام خط الدفاع هيلعب حمدي ساقط، قدام هيبقى قفشه وحسين الشحات وبيرسي تاو مهاجم صريح. هو ده التشكيله اللي بينهي بيها مستر موسيماني الماتشين الثلاثه اللي فاتوا. أيوه. حتى في طريقه اللعب، فانا شايف ان دي التشكيله هي الانسب لمباراه الرجاء ان شاء الله في قطر، وده اللي بقول لك عليه يا احمد بقى، اللي هو الثبات في التشكيل اللي بيدي لك الاداء المتميز اللي انت بتشوفه اللي عليه النادي الاهلي في اخر ثلاث مباريات. طيب السؤال ده كانت الجماهير بتساله قبل ما فترة التوقف يعني، وأتوقع أنها تسأله، وخصوصا مع يعني أنا تابعت كواليس الماتشين بتوع طلاع الجيش وسموحة، والماتشين دول كانوا فرصة للناس اللي كانت بعيدة أنها تظهر، وحقيقة أسماء كتيرة ظهرت بمستوى كويس جدا جدا الحقيقة. الناس دي طبيعي جدا في مباراة السوبر هتبقى مستنية فرصة لأنها خدت وأدت، ازاي احافظ عليهم معنويا، وامتى ممكن نشوفهم في ظل تالق سواء الدوليين اللي حضرتك اتكلمت عليهم او المحترفين الاجانب، امتى ممكن ياخدوا فرصه؟ هتسمع السؤال ده كتير في الفتره اللي جايه. زي ما قلت احمد، المباراه الحبيه اللي اتعملت اللي هي طلع الجيش وسموحه هي اللي بتحط اللعيبه، مش عايز اقول البدلاء اللي هي ما بتشاركش بصفه اساسيه، مهم جدا المباراه دي لان بيبقى الجهاز الفني موجود واخد بالك وبيقيم بشكل جيد وعينه على اللعيبه اللي هي عايزه تاخد فرصه، وده مستر موسيماني بيحطه في الحسبان. لكن المباريات اللي هي بتبقى 90 دقيقه اللي بتبقى على بطولة. على بطوله بتبقى انت محتاج العناصر الاساسيه بشكل كبير جدا. أي. في بدايه المباراه مين تتوقع يكون نجم المباراه؟ تراهن على مين يا كابتن ماهر؟ والله انا شايف ان السوليه وحمدي فتحي بصراحه يا احمد بيقوموا بدور جميل من ناحيه الدفاعيه ومن ناحيه الهجوميه بصراحه، يعني اكرم كمان يعني عامل شغل محترم، الشناوي يعني عايز اقول لك ان اللعيبه الدوليين بذوقنا بصراحه يعني بيقدموا بشكل حاجة جميل جدا خالص. وحاجه احترافيه. صحيح. على اعلى مستوى يعني حقيقي. فربنا يحميهم يا رب ان شاء الله ويبعد عنهم الاصابه، ونشوفهم كده باذن الله بنفس الاداء ده في مباراه السوبر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله موفقين باذن الله. وعلى مدار الاسبوع هنتابع ان شاء الله باذن الله على مدار الاسبوع هنتابع لحظه بلحظه، ننقل لحضراتكم الصوره وتطورات الاحداث واستعادات الاهلي والتحضيرات من الدوحه في سبيل ان شاء الله الحصول على كاس سوبر جديد يضاف للنادي الاهلي. كل التوفيق لرجالتنا، ثقتنا كبيره جدا في الاهلي السنه دي الحقيقه، وعندنا قدره وطموح. وانا كنت بتكلم عن الطموحات، دايما لما بيبقى عندك طموحات في السماء ولا قدر الله ما بيبقاش النتيجه على المستوى بتصاب بحاله احباط، لكن لما طموحاتك اوريدي بتبقى في مستوى الارض ويحصل اي شيء ما بتفرقش معاك. احنا تعودنا مع الاهلي ان طموحاتنا دايما، ومع منتخب مصر ان طموحاتنا دايما في السماء، وهدفنا هو الفوز دايما وهو الوصول لمنصات التتويج، واعتقد انه قماشتنا في المنتخب وفي الاهلي تسمح لنا بالتحقيق ده. بشكر طبعا نجمنا كابتن ماهر حمام على وجوده معانا، نورتنا وشرفتنا ان شاء الله باذن الله، وباذن الله هنتقابل نحتفل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بالتتويج ان شاء الله باذن الله. وبشكر حضراتكم على متابعه وعلى كل خير ان شاء الله، دايما اشوفكم في السادسه على شاشه النادي الاهلي. تحياتي لحضراتكم.